حصل حالة انبهار عند هواة التصوير بتقنيات التقاط الصورة، فالبعض منهم اعتقد ان الصورة بتنتهي عند انك تصور صورة جميلة وتعمل عليها التعديلات اللازمة علشان تنشرها على السوشيال ميديا. الحقيقة التصوير مش المفروض يقف عند معرفتك ان انت صورت صورة كويسة وانك اخدت اعجابات من اصدقائك على السوشيال ميديا. في تجربة تانية وفي عمق تاني في التصوير، انك تطبع الصورة، انك تمسك الصورة. زمان كنا بننقي الفيلم وبنمسك الفيلم وبنركبه في الكاميرا بايدينا وبنصور، وبعدين بنحمض الصورة ونطبع الصورة ونمسك الصورة. كنا بنجرب ان احنا نمسك الصورة مش نمسك الفلاش ميموري، ان احنا نبص على الصورة مش نبص على شاشة الكمبيوتر، ان احنا نعلق الصورة مش ان احنا نبعتها على الانترنت. في تجربة تانية وفي عمق تاني في التصوير مهم ان احنا نجربه، لان ده بيكمل التجربة وبيخلي التجربة بتاعتنا كاملة، ما بتنتهيش على ان احنا معانا ملف، لا احنا لازم يكون معانا الصورة. ان اعمالك الفنية تكون متعلقة في المكان اللي انت بتحبه، سواء بيتك او مكتبك. لو عندك اجيال تانية بتكبر معاك، طلبة بيزوروك، ابنائك في البيت، مطرح ما يبصوا يشوفوا فنك، يكبروا عينيهم شايفة فن. احنا محب التصوير الفوتوغرافي كانون عملت لنا البرينتر الايمج بروغراف برو 300. البرينتر دوت مزود بعشر الوان مختلفة، من ضمنهم اهم سر من اسرار نجاح البرينتر دوت، وهو الكروما اوبتمايزر. المادة ديت هي اللي بتخلي التباين بتاع الصورة يبان طبيعي. المادة دي هي اللي بتخلي الالوان تبان حية. الحقيقة هي مسؤولة عن جودة الصور وكمان الأبيض واسود، خاصة لو طبعتها على الورق الجلوسي أو السيمي جلوسي، إنها بتمنع عيب من عيوب الطباعة المعروف في أي برينتر تاني اللي اسمه البرونزنج. العيب دوت اللي هو لما تيجي تبص على صورة حتى لو هي أبيض واسود، تبص لها من زاوية تلاقيها أبيض واسود، ومن زاوية تانية تلاقيها واخدة كاست ألوان غير مرغوب فيها، نتيجة لاختلاف الانعكاسات على البيكسلز الملونة اللي كونت الصورة حتى الأبيض واسود. فهي بتنزل توحد الرفلكتيفنس، توحد الانعكاسات ما بين المنطقة اللي أخدت حبر والمنطقة اللي ما سقطش عليها حبر، إن بيسقط عليها هذا الكروما أوبتمايزر، فالانعكاس بيكون ناعم ويمنع حدوث أطياف غير مرغوب فيها. أحيانا تبص على الصورة تشوفها أبيض واسود، ومن زاوية تانية تلاقيها بتعكس لك لون غير مرغوب فيه. كذلك في الصور الملونة لو في تونات خفيفة، جزء كبير من الصور اللي بنشوفها معيبة بتكون لان البرينتر دوت مفهوش المادة اللي اسمها كروما اوبتمايزر، اللي لغاية دلوقتي انا ما شفتهاش غير في البرينترز الكانون البروغراف، ودي موجودة في البروغراف 300. عندها القدرة انها تطبع الالوان الاكثر تعقيدا، مش بس الكالر بروفايل اللي اغلب الناس ممكن تطبعه او تتعامل معاه اللي هو الاس ار جي بي، لا دي بتطبع بمنتهى الدقة التفاصيل الأعلى اللي موجودة في البروفايلات اللي بيستخدمها المحترفين اللي هي الإدوبي RGB، أكتر مرة ونص من الأس RGB. الألوان ديت بعد ما بتطبع ممكن تستمر وتعيش معانا إندور لسنوات طويلة جدا، مهما سقط عليها إضاءات من الشغل بتاعك، من إضاءة متسلطة عليها كعمل فني عايز تلفت النظر ليه، ممكن تعيش لسنوات وسنوات من غير ما تتغير، طالما بتستخدم الأحبار المناسبة اللي صنعت للمكنة دي. علشان كانوا تزود من كفاءة الألوان اللي تطبعها البرينتر دي، أضافت لها الأحمر عشان يزود الحيوية بتاعة الصورة، وزودت الحبر الأسود المطفي علشان لو بتطبع على خامة مطفية ما ينزلش عليها حبر لامع، فالصورة الأبيض واسود تطلع مشبعة وبتباين عالي جدا. الإيميج بروغراف برو 300 عندها قدرة انها تطبع لغاية مقاس A3 بجودة فائقة تليق بالاعمال الفنية اللي انت صورتها، وتظهر شغلك بجودة فيها احترام للمشاهد والمتلقي اللي يقدر فنك. انا كمصور متعتي بالتصوير بتزيد لما اليوم يخلص، مش بس ان انا اشوف صورتي على الكمبيوتر، لا اطبعها عندي في بيتي، مش ضروري اوديها سيرفيس هاوس علشان يقدم لي خدمة الطباعة.